الكونسيل ديال الرئيس في الحقيقه، انا نفسي والله راه نحشم السيد الوالي، غنجبوله مشاكل ممكن تنحل على في البلديات، ممكن تنحل يعني بينا في القطاع. حنا قاعدين يعني اي مشكل دركا كان قادر يكون محلول رانا نمدوه له دروك. على هذا لازم يعني تكتيف جهود القطاعات. عندنا قطاع الصحه، بلغنا مؤخرا من قبل بعض الموظفين بدون ذكر اسمائهم عن حادثة ترك بعض الموظفين من آل الصباح مناصبهم في حالة شغور من اجل الالتحاق بحفلة عيد ميلاد بالخلية الجوارية 411 ليلا. نطلب من السيد المدير ان يخبرنا عن مدى صحة هذا البلاغ، وان كان صحيح فنحن نعتبر هذه مهزلة في حق القطاع وحق المرضى وخيانة للأمانة المهنية من طرف اولئك الموظفين. ومثل هذه الحفلات عندها أماكنها المخصصة وأوقاتها والتي تقام في مؤسسات الدولة وخصوصا مؤسسة تابعة للقطاع الصحي. إن كان البلاغ صحيح نرجو تنويرنا بالإجراءات التي اتخذتموها، ونطالب بوضع تعليمات صارمة تمنع مثل هذه التجاوزات. عندنا كذلك استعجالات مستشفى أحمد مدغري لا تستوعب كم كبير من المرضى. سبق وتكلم الإخوة بالمجلس الشعبي الولائي عن الموضوع مرارا وتكرارا، متى نجد الحلول المناسبة في هذا الصدد؟ كذلك توجد العديد من النقائص وتلزم عدة إصلاحات، بحيث كنا قد تحدثنا وتحدثت يعني لجنة الصحة يعني بشرح مفصل في الدورات السابقة عن عملية قطاعية مسجلة في كل من مستشفى أحمد مدغري، مستشفى سيدي عايد، حمام بوحجر، المقدرة عفوا ب 16 مليار سنتيم. لماذا لم تطبق العملية بعد؟ كذلك هناك نقطة سأشير إليها بخصوص التهاون في الإصلاحات. مثلا مرة سابقة ويوم 24 أكتوبر بالتحديد، خلال الفترة المسائية كنت أنا متواجدة شخصيا في استعجالات عين تيموشن رفقة أحد أفراد العائلة، وكانت عاملة نظافة تقوم بمهامها وأعزكم الله أثناء تنظيفها لدورة المياه تعرضت لصعقة كهربائية. الحمد لله مضت على خير. لو حدث شيء هناك كان سيكتب كحادث عمل ويمر الأمر كأنه لم يحدث شيء. الدولة الجزائرية الحمد لله راهي موفرة الأضرفة المالية. السيد الوالي في كل دورة رانا نشهد أنه يطالب بالإسراء والتعجيل في مثل هذه العمليات والإصلاحات، إذا يجب الاجتهاد من طرف القطاع المعني. كذلك في حالة غريبة واستثنائية بعين تيموشن، من أجل فحص الطفل من قبل طبيب عام بمصلحة طب الأطفال